فالقصد أن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه العزيز صفات له جل وعلا، صفة الوجه وصفة العينين وصفة الساق وصفة القدم وصفة اليد وصفة الأصابع سبحانه وتعالى. وهذا كله من صفات الله تبارك وتعالى نؤمن به ونجزم يقينا، كما قال الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن نفسه. ولكن ليست الأصابع طابعي، كما أن الفيل له يد ولك يد، الفيل له عين ولك عين، الفيل له أذن ولك أذن، والأسد له عين ولك عين، والقط له رجل ولك رجل، ولكن ليس هذه كتلك. فكذلك نقول عن صفات الله تبارك وتعالى نثبتها لله جل وعلا.